السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من الداخل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم. عنوان الفيديو: السم الذي تحتسيه يوميا وأنت سعيد جدا. إيه الموضوع ده؟ من 6 شهور، يعني بداية ما فتحنا القناة كده، عملت فيديو عن الثلاث سموم البيضاء. الثلاث سموم البيضاء، ايه الثلاث سموم البيضاء اللي كلنا بنحتسيهم يوميا واحنا مبسوطين قوي وسعداء جدا؟ ايه؟ السكر، الملح، الدقيق. سكر، ملح، دقيق. اي اقتراب من حضرتك او طفلك او اي حد في الاسرة من هذه الثلاث سموم البيضاء، حضرتك بتدمر صحتك. وفي اوروبا وامريكا والدول المتقدمة بيحظروا على اولادهم الاقتراب من الملح والسكر حتى لا يصابوا بامراض السكر والضغط والقلب وإلى آخره. وما زلنا إحنا بناكل سكر وملح ودقيق وفسيخ ورنجة وجبنة قديمة. لذلك الشاب بيوصل لسن 30 سنة وبيبتدي رحلة المرض بسبب الحاجات دي، إنه بيتناول سكر كتير، بيتناول دقيق أو أي حاجة مصنوعة من الدقيق، أي بيتزا من الدقيق، أي مكرونة من الدقيق، أي عيش أبيض أو أسمر من الدقيق. ليه؟ لأن الدقيق الأبيض معدل وراثيا وبيه مادة اسمها جلوتين اللي هي بتبوظ المعدة. طب هنعمل إيه؟ وهنتصرف إزاي؟ لو حضرتك عندك سكر، عايز تظبط السكر بتاعك، لازم أول حاجة تبعد عن السكر وعن الدقيق. لو حضرتك عندك ضغط أو مشاكل في القلب، لازم أولا تبعد عن الملح. الملح هو عدو مريض الضغط. أي فص ملح حتى ولو كان هذا الملح مش في صورة واضحة، في صورة مستترة، فممكن العيش يكون معجون بملح أو أي حاجة في داخلها ملح، مش شرط يبقى مخلل أو فسيخ أو رنجة أو إلى آخره. فلازم نبعد عن الثلاث سموم البيضاء: سكر، ملح، دقيق. طبعًا في ناس بتدمن الحاجات دي، بتبقى مدمنة ليها، فلازم درج الموضوع. لو أنت بتاخد في اليوم 20 معلقة سكر، خليهم 15، بعد كده خليهم 10، بعد كده خليهم 5، لغاية ما توصل للا شيء. تمام؟ الملح كذلك، العيش كذلك. طيب احنا هنعمل ايه بدل الحاجات دي؟ هتاكل خضروات كتير، هتاكل مسلوق كتير، هتاكل مشوي كتير، مفيش اي مشكلة، ولو ان كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لكن الاكل اللي بعيد عن السكر والملح والدقيق يعني مش هيأذيك. طب ايه تاني نبعد عنه؟ كل المواد الغذائية المعلبة اللي بداخلها مواد حافظة بتقتل الكبد. تمام؟ طبعا شيبسي، كاراتيه، كل حاجة معلبة. وهو واحد يقول لك لا خالي من المواد الحافظة، قول له انت كذاب، لان اي حاجة في علبة لو ما تحطش عليها مواد حافظة بعد 24 ساعة هتعفن اوتوماتيك، يبقى لازم يحط مواد حافظة. تمام؟ ادي حاجة. تاني حاجة، جميع الأشربة الغازية، الحاجات الساقعة دي مدمرة للصحة تماما، اللي كل واحد وهو مروح بالليل واخد ازازتين ثلاثة حاجة ساقعة عشان يقتل مراته وعياله وينتحر. طيب هنبتدي بالسكر. هنبتدي مثلا بالسكر، نوفر بدايل للسكر. السكر
طبعا السكر، المنتجات الجديدة اللي فيها السكر اهي هتلاقي ايه مكتوب ايه اهو، اسبرتام فري، سكرين فري، ساكلاميت فري، بريزيرفاتيف فري. الاربع جمل دول هتلاقيهم تمام. ده سكر تحلية، سكر تحلية مش هيعلي لك السكر ومش هيمرضك، والافضل الا تتناوله على الاطلاق. لكن في واحد يقول لك لا لازم احلي. طيب كل كيس من اكياس العلبه دي فيها 2 جرام، 2 جرام من الماده المحليه اللي هي ساكرالوز وسوربيتول. ساكرالوز وسوربيتول، العلبه 50 كيس ب 39 جنيه. هذه الاسعار حصريه داخل جمهورية مصر العربية. هذه الأسعار حصرية داخل جمهورية مصر العربية تمام. أدي سويتال 50 كيس ب 39، في سويتال صغير أهو 25 كيس ب 17، والكيس ده 1 جرام فقط، 1 جرام يعني ده 2 جرام ده 1 جرام. ودي عبوة الأقراص بتاعت السويتال اهي، عبوة الأقراص 100 قرص، شو مي ذا برايس 35 جنيه، شو مي ذا برايس 35 جنيه اهي 100 قرص. دولت اللي انا هاخدهم بدل السكر السام. في ايضا 25 كيس سعرهم 16 جنيه، ايزو سويت، ايزو سويت، ايزو سويت سعره 16 جنيه، سعره 16 جنيه. ان شاء الله هننتهج النهج ده من الحقائق الغذائية والحقائق العلمية الصحية اللي بتكفل لحضرتك ان انت تحافظ على صحتك. اضافة الى في بعض مكملات غذائية تكمل الغذاء ولكن لا تستعيض بيها عن الغذاء، تكمل الغذاء اللي هم ايه؟ 60 ملح معدني و16 فيتامين و12 حمض اميني. الاحماض الامينية نوعين، Essential Amino Acid أحماض أمينية ضرورية لازم تتناولها من الخارج لأن الجسد لا يصنعها، الجسم لا يصنعها، وأحماض أمينية غير أساسية. الحمض بيصنعه الجسم، الغير أساسي بيصنعه الجسم. إن شاء الله علشان بس الفيديو ما يكونش مليان ويلخبطكم أنا هكتفي بموضوع السكر النهاردة، والفيديوهات القادمة بأمر الله هنفرد معلومات، معلومات موثقة ودقيقة لكل موضوع. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.